الدم بتاعنا عبارة عن مية أو سائل عايم فيه بيسبح فيه 3 خلايا، صفائح دموية وخلايا دم حمراء وخمس أنواع خلايا دم بيضة: نيتروفيل، إيسينوفيل، بيزوفيل، مونوسايت، لينفوسايت. كل الخلايا دول بيتصنعوا في المصنع وهو نخاع العظم، ويطلعوا يمشوا في الدم يقضوا فترة حياتهم، كل خلية لها عمر محدد وبعدين تموت ويتولد غيرها وهكذا. لو نخاع العظم صنع نوع معين وفضل ينتج منه كتير 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 كتير، هو ده بقى سرطان الدم. تعال معايا زيارة مفاجأة للمصنع، ندخل نخاع العظم نشوفه بينتج ازاي، بس نرفع ايدينا وندعي اللهم اشفي مرضى الأورام. نخاع العظم يعني بون مارو او مايلو، جواه في ستيم سيل، خلايا ام او خلايا جذعيه، هي الاساس، ودي نشطه جدا جدا جدا، هتعطيني خطين انتاج، خط انتاج خلايا هنسميه 1 وخط انتاج خلايا هنسميه 2. الخط الاولاني هيعطيني في الاخر انواع خلايا كتير، خلايا اتصنعت ونضجت في نخاع العظم في المايلو، فهنسمي الخط ده مايلويد. والتاني هيعطيني في الاخر نوع واحد، خلية واحدة، خلية اتصنعت في النخاع وبعض انواعها الفرعية نضجت ولها لمسات في الغدد الليمفاوية، فهنسمي الخط ده ليمفويد. تمام، يبقى معايا خطين، الستيم سيل هتعطي كومون مايلويد بروجينيتور والتاني كومون ليمفويد بروجينيتور. كل ده احنا لسه جوه النخاع المايلو. الليمفويد بروجينيتور هتبقى ليمفوبلاست، بلاست يعني الاساس او الجد، واللي في الاخر هتعطيني خلية الليمفوسايت اللي هتطلع للدم. اما المايلويد بروجينيتور هتعطيني 4 خلايا، الاولى جرانيولوسايت بروجينيتور، جرانيولو يعني محببة، لان عيالها في الاخر عندهم في السيتوبلازم بتاعهم حبيبات، فهتعطيني مايلو بلاست، هتعطيني نيتروفيل، وهتعطيني ايسينو بلاست، هتعطيني ايسينوفيل، وهتعطيني بيزو بلاست، هتعطيني بيزوفيل. التلاتة السيتوبلازم بتاعهم محبب. او عندي مونو بلاست، هتعطيني مونوسايت، وعندي برونورمو بلاست، هتعطيني خلايا دم حمراء، وعندي ميجا كاريو بلاست، هتعطيني صفائح. حلو كده، يبقى اي خلية بلاست هنلاقيها في النخاع ومش هنلاقيها في الدم، والنخاع عمال ما شاء الله ينتج خلايا من خط الانتاج ده وخطوط الانتاج دي، والدنيا حلوة خالص. امال السرطان بيحصل فين؟ الكارثة بتحصل فين؟ هنا في الجيل ده، في البلاستس. السرطان ضرب نوع من دول، الميلو بلاست، الايسينو بلاست، البيزو بلاست، مونو بلاست، لينفو بلاست، فتم انتاج خلايا كتير منها قوي ونزلت الدم. ايه ده، خلايا بلاست غير ناضجة تطلع للدم وبعدد كبير، اهو هو ده سرطان الدم، لوكيميا. وعلشان كده بيقسموا سرطان الدم لنوعين رئيسيين حسب السرطان في انهي خط انتاج، اما مايلوسيتيك لوكيميا او مايلوبلاستيك لوكيميا، مايلوجينس لوكيميا، مايلويد لوكيميا، كلهم نفس المعنى، واخد بالك، ضرب خط او اكتر من دول. او النوع الثاني لينفوسيتيك لوكيميا، لينفوبلاستيك لوكيميا، لينفوجينس لوكيميا، ليمفويد لوكيميا، كلهم نفس المعنى، ضرب الخط ده، ضرب الخليه دي. بص انا كريم معاك قوي. ايه ده، يعني انت مش محمد؟ لا انا كريم. عرفت بنقسمها ازاي؟ خد تقسيمه كمان حسب السرطان شدت حلو علينا ولا هادي. اما اكيوت لوكيميا، سرطان الدم في نخاع العظم شدت حلو قوي ونشط قوي، في زياده سريعه في عدد الخلايا البلاستس اللي بتطلع للدم، انتج 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 انتج، وهنا السرطان شرس محتاج علاج فورا لان تطور السرطان سريع جدا وبيراكم خلايا وراميه كتير. وهنا هلاقي خلايا بلاستس، فاكر الاوليه اللي المفروض ما تنزلش الدم، هلاقيها في الدم وبكميات كبيره.
النوع الثاني كرونيك لوكيميا، سرطان مزمن بقى. في زياده في خلايا البلاستس بس بشكل بطيء، ممكن ناخد شهور وسنين كمان. عدد الخلايا عالي برضو بس البلاستس اللي في الدم اقل من الحد طبعا. هنا غالبا ممكن اتابع السرطان واضبط افضل علاج ليه براحتي. من التقسيمتين اللي قلتهم هنطلع بتقسيمة احفظها في مخك قوي. الليمفوبلاستيك لوكيميا، اما اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ALL او كرونيك ليمفوبلاستيك لوكيميا CLL، والمايلوبلاستيك لوكيميا اما اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا AML او كرونيك مايلوبلاستيك لوكيميا CML. دول اربع انواع رئيسية هياخدوا مننا اربع حلقات اللي جايين ان شاء الله، هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل شوية. اشمعنى يا سليم سرطان الدم هتفرده على خمس حلقات في حين اي سرطان تاني اتكلمت عليه في حلقة واحدة؟ ليه سرطان الدم شاغل دماغك او كده؟ حضرتك سرطان الدم مش شاغل دماغنا بس، ده شاغل دماغ فرنسا وامريكا وبريطانيا، فرنش امريكان بريتش كلاسيفيكيشن، وعملوا فاب كلاسيفيكيشن هنحتاجها في الحلقات اللي جاية. بس تعالى نحط خطوط عريضة للتحاليل المعملية المتعلقة بسرطان الدم هتفيدنا في الحلقات اللي جاية. اول تحليل بعمله وهو صورة الدم الكاملة Complete Blood Count Full Blood Count، بشوف فيها تلات حاجات: عدد خلايا الدم الحمراء وتركيز الهيموجلوبين، لان غالبا بلاقي فيه أنيميا ويبان على العيان اعراض الأنيميا بقى زي الخمول والشحوب وصعوبة التنفس واجهاد. تاني حاجة الصفائح الدموية، لان في بعض انواع اللوكيميا بلاقي العدد بتاعها قليل ويبان على العيان اعراضها بقى زي بقع نزيفية ونزيف اللثة. لحظة يا سليم، اللي هو في مشاكل في الاحمر والصفائح ليه؟ مش دي لوكيميا ضربة خلايا الدم البيضة بس؟ ايوه، ما هو انتاج خلايا الدم البيضة عالي قوي، فواخد الجو جوه نخاع العظم وفارد درعاته، والغلابة اللي حواليه زي الاحمر والصفايح مش عارفين حتى ينمو. وبشوف في صورة الدم برضو العدد الكلي لخلايا الدم البيضة، لان غالبا بلاقي العدد عالي قوي لوكوسيتوسيس، بس خد بالك ممكن الاقيه طبيعي وقليل كمان، حاجة اسمها إيلوكيميك لوكيميا. لكن عامة كل الحالات بتكون الخلايا الناضجة قليلة او مش شغالة كويس، يعني ممكن القط اي عدوى والتهابات بسهولة، التهابات تنفسية وجهاز هضمي وغيره، واعراضها بقى زي سخونية وتعب. وهنركز على العد التفريقي differential count. اعرف الانواع الخمسة الخلايا الدم البيضة بيزوفيل نيتروفيل ايسينوفيل مونوسايت لينفوسايت، وانهي فيهم اللي عالي او في مشكلة. في النهاية صورة الدم مهمة بس لوحدها غير كافية لتشخيص السرطان ولا حتى المعرفة نوعه بالتحديد، لانها مش بتعرف ولا تميز البلاستس. تاني تحاليل معانا وهي تحاليل الوظائف كبد كلى عظم قلب، اشوف السرطان راح لهناك انفلتريت دخل جوه الاعضاء دي ولا لا، وبعمل سونار اشوف عمل تضخم في الكبد في الطحال في الغدد الليمفاويه. لحظه بس، هم تضخموا علشان خلايا السرطان انفلتريت دخلت ليهم؟ ايوه، ومش بس كده، تضخموا علشان حصل اكستراميدالري هيماتوبويسيس. ايه؟ بيصنعوا خلايا دم؟ ايوه، ما هو نخاع العظم عنده مصيبه هناك وهي السرطان، فيقول له الطحال والكبد والغدد الليمفاويه بالله عليكم انا مسحول في حوار السرطان ده، فمعلش انتجوا انتوا خلايا دم للغلبان ده ودي مش شغلتهم، فيتضخموا. ثالث تحليل فيلم الدم، وده جزء لا يتجزا من صوره الدم الكامله. صوره الدم بتقول لي عدد الخلايا الطبيعيه بناء على حجمها، اما الفيلم بيقول لي شكلها عامل ايه، طبيعي ولا لا، في خلايا بلاستس موجوده في الدم ولا لا. وبرضه فيلم الدم مهم بس لوحده غير كافي لتشخيص السرطان ولا حتى المعرفة نوعه بالتحديد. رابع حاجه معانا وهي البون مارو اكزامينيشن، فحص نخاع العظم. هو الترتيب كده احفظه: صوره دم، فيلم دم، فيلم نخاع. بسحب عينه من نخاع العظم، وده اما هاخد عينه واغزى من النخاع بون مارو بايوبسي، بيسموها تري فاين بايوبسي، بأداة صلبة كده باخد من النخاع وافحصها تحت الميكروسكوب، شغل هيستوباثولوجي، اشوف الخلايا ونسبها السليولاريتي، اشوف الاريثروبيوسيس، اشوف الجرانيولوبيوسيس، اشوف الميجا كاريوبيوسيس، اشوف المايلويد اريثرويد ريشو، اراقب خلايا كل خطوط الانتاج عاملة ايه. او بون مارو اسبيريشن، وده شغل هيماتولوجي، بسرنجة 20 ملي هسحب تقريبا 300 مايكروليتر من النخاع، ودي لو هعمل ليه فلوسايتو ميتري كروموسوم اناليسيس بي سي ار. والبون مارو اكزامينيشن عامه مفيد، بعرف الوضع جوه نخاع العظم عامل ايه بالظبط، وانهي نوع خلايا اللي انتاجه كتير، وبنقرب قوي 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 لنوع السرطان. خامس تحليل وهو الاميونو فينوتايبنج. بص ركز معايا، دول ايه؟ برافو، دي خليه دم حمراء،
ودي خلية دم بيضة. ما انت شاطر اهو، عرفتهم من شكلهم. طيب دي ايه ودي ايه؟ دي خلية دم بيضة نيتروفيل، ودي خلية دم بيضة ليمفوسايت. يا اخي والله ده انت برافو عليك، ده انت ممتاز. طيب يا بطل تعالالي، دي ايه ودي ايه؟ مش عارف، هما الاتنين ليمفوسايت. ايوه بقى، انا عايز اعرف دي انهي نوع، تي ليمفوسايت ولا بي ليمفوسايت؟ وعلشان كده بنعمل تحليل الاميونوفينوتايبنج، بيعرفني كل انواع الخلايا كلها سواء طبيعيه او غير طبيعيه. بيقول لي دي خليه كذا، دي مايلو بلاست، دي ليمفو بلاست، دي برو نورمو بلاست، دي كذا. قال لك كل خلايا الدم دي على سطحها بروتينات، كل خلية عليها بروتينات معينة اكسبريسد على السيرفس بتاعها. بقدر ادور على البروتينات دي واعرف منها نوع الخلية بالتحديد، وبالتالي اعرف نوع السرطان. بعمل الاميونوفينوتايبنج ده بتقنية الفلوسيتومتري، قلت بدور على بروتينات على سطحها، علامات بنسميها اميونولوجيكال ماركرز على سطح الخلايا دي. يعني مثلا هلاقي على سطح خلايا البي لينفوسايت علامات زي دي، لقيت هقول لك موجب، ما لقيتش هقول لك سالب. سادس تحاليل وهي السيتوجينيتك اناليسيز، التحاليل الجينيه. هاخد عينه من النخاع اسبيريشن، اعمل لها تحاليل جينات، اعرف الخلل الجيني منين، اعرف سبب السرطان ايه. وده اما بدور في عدد الكروموسومات البلويدي، وده اما ايوبلويدي طبيعي عندي 46 كروموسوم، او نيوبلويدي هنا حصل نيوميريكال ابنورماليتي خلل في العدد، وده اما هايبربلويدي زادوا عن 46 كروموسوم، او هايبوبلويدي قلوا عن 46 كروموسوم. او هلاقي ستراكشرال ابنورماليتي، مشكله في تركيب الكروموسومات نفسها، حصل ترانسلوكيشن نقل قطعه جينيه من مكان لمكان، او حصل ديليشن حذف قطعه جينيه، او حصل دوبليكيشن تضاعف قطعه جينيه، او حصل سبستيتويشن تبديل قطعه بدلت مع قطعه، او انفيرشن قطعه قلب ترتيبها. السيتوجينيتك اناليسيس ده هيعرفني السبب والمشكله والخلل الجيني جاي منين. سابع تحليل معايا وهو السيتوكيمستري، هصبغ بصبغات زي دي بتعرفني المين جروب. اخر حاجه في حلقه النهارده، معلش في الافلام، ازاي تفرق ما بين المايلو بلاست والليمفو بلاست باختصار قوي. في فروق كبيره، اهمهم ان المايلو بلاست اكبر من الليمفو بلاست. المايلو ممكن السيتوبلازم بتاعها يبقى فيه حبيبات، الليمفو لا. المايلو ممكن يبقى فيها العصيات دي الرودز، الليمفو لا. المايلو كروماتين بتاعها خفيف، الليمفو اتقل شويه. بس خلاص، ركز في الحلقه دي واسمعها اكتر من مره، اللي جاي كل نوع بالتفصيل. سلام يا بطل. احنا زي ما بنسعى لتقديم خدمه صحيه متميزه لجميع المرضى، وبالطبع منهم مرضى الاورام، فعلينا مسؤوليه انسانيه، لان احنا اكتر ناس حاسين بالامهم ومعاناتهم، فاولى بينا نكون اول ناس تتبرع علشان تساهم في علاجهم. مؤسسه مستشفى سرطان الاطفال 57357 500 500، المعهد القومي للاورام الجديد، مركز الأورام جامعة المنصورة، 39 39 جمعية مستشفى سرطان أطفال اسكندرية، 400 400 معهد أورام جامعة الزقازيق، مستشفى بهية.